أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر ساح السيد من قناة أونلاين إنجلش فور أول لتدريس اللغة الإنجليزية أونلاين. تعالوا بينا بسم الله نبدأ حلقتنا النهاردة ونتعرف هي بتدور عن إيه بدون أي ضياع للوقت. حلقة النهاردة هتكون مهمة جدا جدا لكل طلاب ثانوية عامة، لأنها كانت بناء على طلب الكثير من طلاب الثانوية العامة. إننا نتكلم في Unit 5 Part 1 أو الوحدة الخامسة، الجزء الأول في الجرامر، اللي كان بيتكلم عن الفريزل فيربس أو يعني بعض الأفعال الاصطلاحية اللي ليها معنى خاص بذاتها. طيب، بس طبعا يعني كانوا شايفين الدرس ده صعب جدا، ولكن أنا هقدم لك شوية نصائح في ثواني كده تحس إن الدرس ده سهل وبسيط جدا، وهقول لك إزاي تذاكره وإزاي تحل عليه بسهولة جدا في الامتحان. في البداية طبعا لازم تفهم ان الدرس سهل، بدليل هتلاقي 70% من الدرس ده شباب معلومات قديمة انت اصلا عارفها، يعني ما تتخضش من الدرس والافعال بشكل غبي جدا مش منظمة، انا هنظمها لك بطريقة سهلة، بس تبقى عارف ان في 70% من الدرس ده معلومات قديمة زي look after يعتني بي، انت عارفها تقريبا من ابتدائي، look for يبحث عن انت برضو عارفها من ابتدائي، turn on يشغل و turn off يفصل، وفي حاجات كتير بتسويها، فاذا انت عارف phrasal verbs كتيره جدا وهبين لك ده كمان شويه. طيب، في 10% معلومات تخص الفهم، لازم تفهم اصلا يعني ايه verb، يعني ايه phrasal verb، هل الphrasal verb ده transitive ولا intransitive اللي هو متعدي ولا لازم، واحده واحده عشان ما تخضكش من الدرس هتفهم كل المعلومات دي معايا. طيب، في بس 20% بس هي دي اللي معلومات جديده انت محتاج ان انت تذاكرها، وانا هبين لك برضو المعلومات الجديده دي. يعني احنا بس محتاجين 20% من الدرس مذاكرة، لكن الباقي فهم وكلام أنا عارفه. وطبعا مش هوصيك لازم تسمع الفيديو ده للآخر عشان تفهم، وكمان يعني مهم جدا خطوة الحل إن احنا هنحل على الدرس من كتاب المعاصر طبعا، فهتحس إن الموضوع سهل جدا جدا. ما تنساش طبعا يعني إنك تعمل اشتراك وتتابع معايا اليونت بالكامل، لأن في اختبار على اليونت ده إن شاء الله وهيبقى بهدية. طيب، باقي الناس اللي بتسأل عن الدروس بسرعة كده، أنت ليه نزلت من يونت 5 وأنت آخر واحدة كانت يونت 2؟ قلت لك انا مريت بظروف قاسيه جدا، وقفتني فتره، ولكن ان شاء الله كل الدروس القديمه هتنزل وكمان الدروس الجديده. فكل اللي انا عايزه منك اعمل اشتراك، شير على كل المواقع، وتعالى بينا بسرعه يلا نبدا عشان ما اضيعش وقتك. اول حاجه طبعا الفريزل فيرب، احنا قلنا محتاجين نفهم في البدايه خالص. في البدايه لو عندك سؤال بيقول لك وات از ا فيرب، ما هو الفعل الانجليش، طبعا لازم تعرف ان الفعل ده هو the action or the state of being in a sentence، يعني هو الحركة. لو ادينا مثال مثلا وقلنا هي runs fast، هو بيجري بسرعة، فالحركة هنا كلمة run أو runs طبعا عشان هنا هي الاس هنا جاي عشان هي، فده الأكشن. طب لو قلنا هي is happy، هو سعيد، في الحالة دي is the state بتعبر عن الحالة بتاعته، يبقى الفعل يا إما حركة يا إما الحالة داخل الجملة. طبعا له أشكال كتيرة جدا الفعل، في منها transitive و intransitive اللي هو فعل متعدي وفعل لازم، في منها phrasal verb اللي هو عبارة فعلية أصلا وهنشرح ده بالتفصيل، في منها طبعا المودال verbs الأفعال الناقصة والمين verbs الأفعال الأساسية، لكن موضوع دراستنا النهاردة هو مركز على phrasal verbs بس أو الأفعال اللي هي الاصطلاحية. تعال نفهم بقى، طب what is a phrasal verb؟ إيه هو phrasal verb ده شباب؟ هو عبارة عن verb plus verb وحاجة كمان زي verb plus preposition، فعل وحرف جر زي look for يبحث عن كده، look ينظر، for ده حرف جر، وبالتالي الاثنين مع بعض بقت يبحث عن، ده الفريزل فيرب اللي هو بيجيب فعل وحرف جر فيدينا معنى تاني غير المعنى الحرفي للكلمه، look ينظر، look for يبحث عن شيء ضائع، فكده المعنى اتغير. حلو جدا. ممكن يبقى verb plus two prepositions، يعني فعل وحرفان جر او حرفين جر like find وبعد كده out about، طبعا find out لوحدها ده phrasal verb، find out about ده phrasal verb تاني، وهوضح لك الفرق بين الاثنين. المهم ان ده في حرفين جر مع كلمة find. طيب، ممكن يكون verb plus adverb اللي هو فعل وظرف like pick up مثلا، هنا المعنى في كلمة pick up pick verb و up طبعا adverb، وبالتالي بقى phrasal verb.
ممكن يكون verb plus adverb اللي هو فعل زائد ظرف like pick up طبعا اللي هي يلتقط، أصبحت كده فعل وظرف. حاجة ممكن يكون number four verb plus adverb preposition، يعني ممكن يكون فعل ثم يعني ظرف وحرف جر like look forward to، هنا في الحالة دي look verb forward adverb to preposition، فبقت فعل ظرف وإيه وحرف جر. المهم خلاصة الكلام إن الموضوع إن أنت الفريزال فيرب عبارة عن فعل وحرف جر أو ظرف أو حرفين جر ظرف وحرف جر، المهم إن مفيش فيه فعل وفعل أو فعل واسم أو فعل أو ضمير. ده كلام جميل جدا جدا يا مستر، وأنا فهمت يعني إيه فريزال فيرب. بعد كده قسمناهم تقسيمة حلوة جدا، بص دي جميع الفريزال فيربس اللي أنت محتاجها اللي بتيجي مع أب، وزي ما قلت لك هتلاقي 70% منها أنت عارفه. في فريزال فيرب بتيجي مع داون برضه هتلاقي 70% أنت عارفه، في مع ان برضه نفس الكلام، في مع اوت كتير شوية بس برضه سهلة، بعد كده في مع باك، في مع اوف، في مع اون. أنا بحب أقسمهم التقسيمة دي، بتبقى سهلة جدا عن ما نسيبها تايهة كده داخل الكتاب. وفي الآخر خالص هفهمك إيه الفرق بين الترانستيف والانترانستيف فريزال فيرب اللي هو المتعدي واللازم. فخلينا على السريع نشوف الأول الحاجات اللي تعالوا نبدأ بالمجموعة اللي هي بتيجي مع اب، وزي ما قلنا طبعا ان انت هتلاقي 70% من الكلام ده انت عارفه، وده اللي انا هبدأ بيه وهعرفه لك. ولكن يعني قبل اي حاجة ما تتخضش من الموضوع ومن كتر حروف الجر، لان زي ما قلت لك انت عارف الناس اللي بتذاكر من البداية انجليش انت عارف ان 70% من الكلام ده معاد انت عارفه، زي كلمة باك اب مثلا يدعم او ينسخ نسخ احتياط، انت عارف ان هي نسخ الملفات حتى في الهاتف في اي حاجة اسمها باك اب. طيب كلمة bring up، bring up ما احنا عارفينها بمعنى يربي، تمام. كلمة call up يتصل، كلمة catch up with، catch up يلحق، catch up with يلحق شيء، تمام. يعني خلي بالك من المعنى catch up بس كده، ده اللي هو intransitive او فعل لازم، catch up with ها لازم بعدها مفعول، ده الفرق بين الاثنين. مثلا he missed the start of the lesson، فقد بداية الحصة، but finally في النهاية he could catch up قدر يلحق، خلاص ما مش محتاج انا يلحق، احنا بنتكلم عن الحصه. طيب ممكن اقول مثلا you should get up early، لازم تصحى بدري to catch up with the bus، انك تلحق الاتوبيس. المهم ان catch up with لازم بعدها object او مفعول. clean up كلنا عارفينها، ينظف fill up يملى، تمام، بس بشرط يملى شيء فارغ، مهم انك تفهم يعني يملى ازازه يملى كوبايه ميه فده fill up. في give up يستسلم، تمام، خلي بالك give up لو معناها يستسلم ده برضو لازم يعني مش محتاج مفعول. finally او مثلا اقول لك don't give up، don't ها give up يعني ايه don't give up، لا تستسلم، انت مش محتاج مفعول عشان تفهم الكلام. طيب give up ليها معنى تاني خالص اللي هو يقلع عن او يبطل، اقول لك مثلا you should، انت يجب you should ها give up smoking، يجب ان تقلع عن ايه، تقلع عن التدخين، وبالتالي give up لو بعدها مفعول هتبقى معناها مختلف خالص غير يستسلم اللي هو يقلع عن. يبقى فرق بين الترانستيف والانترانستيف اللي هو المتعدي وليه واللازم، ولسه هنشرحه بالتفصيل اخر الحلقه. جاب طبعا معناها يعلق، مكالمه دي معروفه، look up يبحث عن كلمه في القاموس، make up يخترع او يالف عارفينها الميك اب ده مستر، pick up عارفينها يلتقط يتناول او يحضر شخص من مكان لمكان، sum up عارفينها في الكتابه اللي هي يلخص، turn up يظهر في مكان، ده الجديد هو المعلومات الجديده، turn up يظهر في مكان او يصل equal arrive يعني، ولكن ده phrasal verb. طيب stay up يسهر عارفينها، show up يصل برضو لمكان، grow up يكبر، وده يعني زي ما قلنا مش محتاج مفعول، اقول مثلا he wants to be a doctor، محتاج يكون طبيب، when he grows up عندما يكبر، خلاص مش محتاج انا مفعول. catch up قلنا لو معناها يعني يلحق وخلاص، ده كده intransitive او لازم ومش محتاج مفعول، catch up with the transitive ومحتاج مفعول. use up قلنا معناها يستهلك شيء، يستهلك المياه، يستهلك الباقة، فهي عايزة مفعول بعدها. turn up يرفع صوت عكسها turn down يخفض صوت عارفينها، tear up يمزق، blow up يكبر الصورة. ودي كده مجموعة الفريزال فيربس اللي هي مع اب، وقلت لك انت عارف منها كتير جدا جدا جدا. طيب تعال نروح لداون، داون ها ايه هي الفريزال فيربس المرتبطه بيها؟ في كام داون انت عارفها جدا وقديمه وسهله جدا، في بريك داون يتحطم عارفينها، ستيب داون يستقيل من العمل عارفينها، سيتل داون يستقر في مكان، رايت داون انك تدون معلومه او ملحوظه دي سهله جدا،
في سويتش داون يخفض الصوت، او تيرن داون ها برضو يرفض طلب، تمام؟ يعني خلي بالك ممكن يخفض صوت او يرفض طلب، يعني دي مهمه جدا. بول داون دي جديده، يهدم شيء. ليت داون يحبط. طبعا ده يعني مجموعه بسيطه جدا من الفريزر فيربس، لازم تبقى عارف معناها. تعال نشوف في فيل ان، مع كلمه ان حاجات كتير انت عارفها زي فيل ان يملى استماره او يملى معلومات. خلي بالك فرق ما بين فيل ان يملى استماره او بيانات، وفيل اب لسه واخدينها اللي هي يملى شيء فارغ، تمام؟ ماشي، زي ازازه او كوب ماء او كده. في بريزن يستنشق يشم يعني، في بلاجن يوصل بالكهرباء، في تيكن يمتص، في جيف ان يستسلم اللي هي تبقى في معركه وتستسلم، تبقى في مثلا كره وماتش مباراه مثلا وتستسلم، ده كده جيف ان. بريك ان يقتحم، معروفه جدا. لسه موف ان يعزل لمكان جديد، او سيتل ان يعتاد على شيء. فده يمكن من الحاجات اللي انت يعني محتاج ان انت تذاكرها، ال 20% اللي اتكلمنا عنهم. كلمه بريز اوت عكس بريز ان، اللي هي بريز ان يستنشق، يبقى بريز اوت يصفر او يخرج زفير. نوك اوت يغمى عليه او يفقد الوعي. فايند اوت يكتشف، مش محتاجه مفعول. فايند اوت اباوت بتكتشف عن شيء، يعني في فرق كده ما بين فايند اوت something انك او find out about something تكتشف عن شيء يعني، ومثلا انك في النهايه فهمت find out بس وخلاص كده. اقول مثلا خلاص يا مستر، انا بعد اللي انت قلته ده عن الفريزل فيرب I finally في النهايه ها found out، فهمت خلاص الموضوع انتهى، فانت مش محتاج هنا مفعول. but ممكن تقول لي I found out about phrasal verbs، او I found out a lot about phrasal verbs، اكتشفت الكثير عن حروف الجر. طيب ليف اوت يستبعد او يحذف شيء. في بوينت اوت يشير او يلفت الانتباه. روب اوت يمسح. في ران اوت يخلص حاجه، بتخلص. ران اوت اوف احنا بنخلص حاجه، باينه خالص اهي. تاني شيء بينفذ، يعني مثلا ده ممكن نقول water المياه، او sugar تمام السكر. ها ران اوت نخليها ماضي مثلا، ران اوت خلص، مش محتاج اوف هنا، بمعنى السكر انتهى او خلص. طيب احنا خلصنا السكر، تبقى we ها ran out، we ran out of sugar، احنا خلصنا السكر. يبقى تاني فرق ما بين run out اللي هي حاجة بتخلص، run out of ناس بتخلص حاجة. اتمنى تكون فاهم الفرق بين الاتنين. take out اللي هي يعزم ناس بالخارج، وطبعا في try out يجرب استخدام حاجة، في move out يعزل برضو او يترك المنزل، في watch out انت عارفها، في wear out يبلى او يتآكل او يتدمر، ورك اوت دي يحل مسائل، ورك اوت يحسب حاجه معينه، ده طبعا معنى كلمه ورك اوت. طيب في حاجات مع باك، لايك برينج باك اللي هي يسترجع ذكريات، يسترجع شيء، يعيد حاجه لحد. جيف باك نفس الكلام. هولد باك يؤخر شيء، بتساوي بوت اوف اللي هي يؤجل يعني او يعيق. في بوت باك اللي هي يضع الشيء في مكانه. بعد كده عندي مع اوف، طبعا في حاجات كتير قوي احنا عارفينها، زي مثلا جيف اوف دي اللي هي يخرج او ينبعث، في لاي اوف اللي هي يطرد من العمل، في ليف اون يسيب حاجه شغاله، اقول لك دونت ليف ذا تي في اون بيفور سليبينج، ما تسيبش التلفزيون شغال قبل النوم، وعكسها ليف اوف يعني ليف ات اوف، سيبه مغلق او اتركه مغلق. بوت اوف يؤجل، لسه قايلينها، بتساوي بوستبون. تيك اوف اللي هي يخلع ملابس او تقلع للطائره، فول اوف ينخفض، لوج اوف يخرج من على النت او الكمبيوتر، يسجل خروج يعني، سيت اوف يغادر عارفينها، وير اوف يتلاشى او ينتهي. يبقى الجديد بس اللي تذاكره، يعني انا ما اقدرش احكم بقى ايه الجديد بالنسبه لك، انا في حاجات كتير من الحاجات دي طبعا معروفه ومشهوره جدا لاننا بنشتغل على اللغه كويس. طب انت مش شغال عليها، لا عايزك بقى تهدى كده وتراجع على الكلام ده كويس. في جو اون عارفينها، يستمر. في هاند اون يسلم حاجه في ايد حد. لوج اون يدخل على الانترنت، وعكسها طبعا لوج اوف لسه قايلين هيخرج من على الانترنت، وده كلام سهل. تراي اون يجرب حاجه سهله جدا. تيرن اون يشغل حاجه، ودي كل الحاجات اللي مع ان دي سهله جدا جدا جدا. طيب في تيك اوفر يتولى مسؤوليه امر، في توك اوفر يناقش حاجه، في ثينك اوفر يفكر جيدا في امر. بريك انتو يقتحم، look into يحقق فيه، look into possibilities يعني يبحث في الإمكانيات يعني.
وفي طبعا حاجات زي ليف بيهايند، يترك شيء خلفه، وفي لوك فورورد تو، يتطلع الى، وبعدها فعل فيه اي ان جي. طيب بعد ما خدنا الحاجات دي، بعد ما رجعنا على حروف الجر بسرعه جدا 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 وكلام سهل خالص، انت محتاج تعرف الفرق بين الترانستيف والانترانستيف فريزل فيرب، اللي هو الفعل العباره اللي هي المتعدي يعني عايز مفعول يعني، والانترانستيف اللي هو مش عايز مفعول. تعال نجرب كده. عمر wants to be a doctor، عمر عايز يبقى طبيب. When he grows up، لما يكبر. هل بعد لما يكبر دي انت محتاج مفعول؟ لا طبعا، عمر عايز يبقى طبيب لما يكبر، فلما يكبر او grow up مش محتاجه مفعول، لان خلاص انا فهمت الجمله. فالانترانستيف او اللي هو لازم يعني مش محتاج مفعول عشان تفهم المعنى، انت فهمته من الفاعل والفعل. اما الترانستيف اللي هو المتعدي، لا ده ممكن ياخد مفعول واثنين عشان تفهم. زي كده، I asked my sister to look after. تعال اقف هنا كده، مش تفهم حاجه. طلبت من اختي ان هي تعتني بيه. ايوه تعتني بيه، ها ذا بيبي، يبقى كده انا فهمت خلاص كده ده مفعول. طيب يبقى الترانسيف المتعدي محتاج مفعول وراه، الانترانسيف مش محتاج مفعول وراه. وخلي بالك لو المفعول بتاعك ده كلمه ات، في الفريزل فيربس احيانا نقدر نفصلها ونحط مفعول في النص، واحيانا ما نقدرش نفصلها. طيب the fan was off، المروحه كانت مغلقه. so I asked my brother، طلبت من اخويا to turn on it، ملهاش معنى. ولا turn it on، turn it on لما يكون الاوبجكت بتاعك it بيبقى بين حرف الجر وبين الفعل بتاعك، وبالتالي نكون احنا كده نهينا اليونت كشرح. وسهله جدا جدا ومش محتاجه وجع القلب ده كله. وطبعا مش هوصيك لو محتاج المذكره، طبعا ممكن تبعت لي على الواتس تاخد المذكره دي لو هتلم لك الموضوع، ما عنديش مشكله خالص. تعال على السريع نحل شويه من كتاب المعاصر على الكلام ده. طيب بيقول لي هنا question number one عشان تتدرب على الكلام، I asked my sister، انا طلبت من اختي. بصوا عشان تحس ان الموضوع سهل جدا جدا، في الكتاب اهو بيقول لك انا طلبت من اختي ان هي to look space the baby for me. خلاص لسه قايلينها look، ها سامع الناس اهو بتقول لي look، ها ادي لك فرصه كده تفكر. ماشي تمام، فكرت. الاجابه السليمه look after طبعا، اللي هي يعتني بي. بيقول لي who has taken my mobile، بي رد قال له I haven't space yet، ما اعرفش حتى الان، ما اعرفش، ما فهمتش، ما شفتش. ناقص يقول لك ايه تاني، ها فكرت. طبعا كاتش اب معناها يلحق، كاتش اب ويز يلحق بحاجه، فايند اوت يفهم، فايند اوت اباوت يفهم عن حاجه. يعني قلنا اباوت دي محتاجه بعدها مفعول، وهنا ما فيش مفعول، يعني انا ما فهمتش او فهمت، فخلاص انت محتاج دي فايند اوت او فاوند اوت طبعا لو ماضي، او فايند اوت لو present او مضارع. تعال نشوف اللي بعد كده، بيقول لي number 3، بيقول لك who has taken my mobile، I haven't space it yet. هنا بص عمل لك ايه، زود لك مفعول. طالما زود لك مفعول يبقى انا ما عرفتش عن ذلك حتى الان، ما عرفتش عن ذلك حتى الان، يبقى caught up طبعا ملهاش علاقه، احنا قلنا دول ما لهمش علاقه، انت يا found out يا اما found out about. في مفعول يبقى ده بنسميه متعدي، متعدي يبقى find out about، ما عرفتش عن هذا. طيب تعالى نكمل. نمبر 4 بيقول لي ذا تكنيكال تيم، الفريق الفني او الدعم الفني، is going to look space other ways of sharing documents online. طبعا هنا هيبحث في الطرق الثانيه، يبحث في لسه قايلينها من شويه اللي هي ايه؟ ها look into طبعا يبحث في. بعد كده the rabbits have space all the carrots in the garden. There isn't any left. الارانب طبعا خلصوا او انهوا او يعني استنفذوا او استهلكوا خلاص. يا مستر انت هتقول ايه تاني؟ هي used up. ماشي تعال نكمل. To stay space means not to get to bed at normal time، يعني ما تروحش تنام في الوقت العادي. يبقى انت stay، ها سامع الناس بتقول stay up اللي هي يسهر، ده كلام جميل جدا. نمبر 7 بيقول لي I typed and sent the email and soon logged. انا خلصت الايميل وارسلته، وبعد كده سجلت خروج، اكيد يعني سجلت خروج اللي هي لوج اوف. بعد كده my car broke space and I had to take a taxi. اسيبك تفكر، ها السياره بتاعتي تعطلت وانا كان لازم اخد تاكسي. يبقى في الحاله دي broke يتعطل، broke down. ايوه تمام، برافو عليك. you are right too، انت على حق ان انت ايه، space a longer break between work hours. ها هسيبك تفكر، انت على حق ان انت تطلب او تدور على او تبحث عن ها longer breaks اللي هي طبعا، او longer break اللي هي عطلة او راحة يعني اطول شوية بين ساعات العمل. فهنا
يطلب دي اللي هي ايه؟ ask for هي الإجابة السليمة. Number 10 I have 2 days to catch space with the office work I have missed. أنا قدامي ها 2 days اللي هي يومين اتنين to catch إن أنا ألحق ب the office work اللي هو مكتب أو العمل بتاعي يعني. تمام؟ ها اللي أنا missed اللي أنا سبته أو فقدته. ها شباب catch ها سامع الناس بتقول catch up بالظبط كده اللي هي يلحق ب. ممتازين. بعد كده number 11 please turn space the TV while I'm on the phone. لو سمحت المفروض ان انا اقول له اخفض او وطي التلفزيون وانا بتكلم في الموبايل. اخفض دي انا سامع الناس بتقول تيرن، ها خدت فرصتك تيرن داون. طبعا تعال نكمل بعد كده don't get nervous لا تتعصب. تمام calm ها سامع الناس سهلة جدا جدا ها اقول ولا تقوله calm down طبعا هي الاجابة. 13 I set space on my trip at around 7 I set off طبعا اللي هي انطلقت في الرحلة. طيب ماشي هسيب وقت بعد كده الناس بتقول سيب وقت يا مستر حاضر عينيا. 14 you don't have to turn your tablet on if you don't want it لو انت مش محتاجه leave it سيبه ها مغلق ها اقول ولا ايه يا شباب ها leave it 14 leave it off طبعا اللي هو سيبه مغلق. بعد كده 15 I had to space the power cable to recharge the battery طبعا انا محتاج ان انا اوصل الكابل بتاع الكهرباء عشان اشحن يوصل يعني يا شباب ها يوصل بالكهرباء طبعا plug-in. بعد كده I had to space the calls as there someone at the door في حد على الباب فانا لازم اعلق المكالمة او اوقف المكالمة شوية طبعا دي اسمها ها اقول hang up طبعا. ها سهل الدرس يا شباب اتمنى يكون سهل. 17 would you pay for or would you pay your friend space the money ممكن ترجع له المال ها you owe to him اللي انت استلمته منه طبعا او اللي انت عليك المال ده ليه فيسترجع شيء او يرجع مال يعني كانت pay back طبعا قلناها قبل كده. بعد كده eating everything finally space and I was over the moon كل حاجة يعني اتحلت او يعني بقت تمام وانا كنت سعيد جدا. ها شباب هتبقى everything worked out اتحل طبعا حليت انا معاك يعني 18 سؤال. هسيب لك بس الصفحة دي homework او باقي الدرس لو انت عايز تحل في كتاب المعاصر ولو وقف عليك حاجة طبعا مش هوصيك ان انت تبعت لنا. وكده نكون يعني خلصنا part 1 ان شاء الله. انتظر part 2 قريبا وانتظر الامتحان عليها وشير الفيديو على قد ما تقدر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه بمعلومة ولو ده حصل ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشيره على كل المواقع اللي انت تعرفها. اما لو حابب تتواصل معانا وتعرف اماكن العمل بتاعتنا وكمان تحضر معانا دروس سواء مباشرة او اونلاين هتلاقي كل التفاصيل موجودة في وصف الفيديو تحت. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.